شيء المواد ممكن نستنبطه، ولكن عندها وقت. أن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة في النبات كذلك، وهذا النبات له حياته وله دورته وله ناموسه الكوني الذي خلقه الله عليه، ولا يمكن أن نغيره. مثل إذا كانوا الناس مثلا المحصول ديال الحمص كيكون في شهر 6 و7، إذا زرعنا الحمص في 6 و7 ما ينبتش، من المستحيل ينبت لا هو ولا القمح ولا الشعير. خص يمر عليه اللي كنسميوه حنا في علم الزراعه لو زيرو فيجيتاتيف، خص يمر هاد الحبوب كنسميوه حلان الزريعه، كيوصل عليها هذاك الوقت بالضبط اللي غادا تخرج النبته، والا ما تخرجش هذيك النبته. خص يدوز واحد الحراره بارده، خصو يدوز من واحد البروده، وهذيك البروده يهبط لهبط الحراره على 10 درجات، ثم عاد ممكن ينبت بعدها. ولذلك نشوفوا الفلاح حتى ولو حرتوا على الارض ناشفه باقا مروات، لا يمكن هذاك النبات ينبت حتى ولو صبت الشتاء، ما ينبت حتى يوصل الوقت ديالو اللي كيمر عليه الوقت ديالو اللي هو خروج شهر اكتوبر الفلاح، عاد ممكن هذيك النباتات كتبدا تعطي النبته ديالها. ثم ملي كنبتوا الحمص والفول ونبتوا هذه وناكلوها، السبراوتين هي معروفه الان دابا عند الامريكيين، فهذا في علم التغذيه كنعرفوها بان ملي كنبتوا النبات كنضربوا التركيز ديال الفيتامينات في خمسه. فيتامين خصوص حمض الفوليك والنياسين هادو اللي كاينين في حمض وفيتامين ا، هادو في الحمص ملي كيكون نابت هذاك لو جيرم ديالو كنسميو جنين الحمص، ملي كنبتوه كنزيدوا الانزيمات كيضربوا في 50، الانزيمات هما اللي مهمين، ثم منهم دياستاز منهم لوكسيداز منهم الاوكسيناز منهم الكاتالاز، هادو مزيانين للهضم، ثم كيوليو فيه اضعاف مضاعفه ديال الفيتامينات كيتزادوا، التركيز ديال الفيتامينات كيتزاد. ثم لماذا؟ لان هذاك الجنين كيستهلك هذيك المواد اللي كاينه في النبته في اللوجرم اللي فيها دهون فيها حمضيات امينيه كيستهلكها وكيعطينا اشياء اخرى. ملي كيتبدا هذاك النبات يحيا كيبدا ينبت، يعني كان كيتغير التركيب الكيماوي ديالو، ولذلك الان كنسميوه هذا السبراوتين، يعني عندهم هذا الحديث هذا في الغرب الان ولاو كيلعبوا عليه على اساس باش يزيدوا في القيمه الغذائيه ديال المواد. عليا ممكن نستنبتوا حتى الخضر، ممكن نستنبتوها الا البطاطس، الا تستنبتوا تكالت كتولي سامه لان ماده السولانين كتولي مركزه، وهذه مهمه جدا. والقطاني كنشوفوا الناس انهم كيرطبوا الحمص ولكن كيشوفوا بعض المرات كينبت بعض المرات ما كينبتش، الا كان في الوقت ديالو كينبت الان دابا في شهر 2 و3 و4 الان الحمص الا رطبوه الناس ينبت، الا خلاوه يومين وثلاث ايام في الماء ويسدوا عليه مزيان ويكون تحت حراره ديال 24 درجه ينبت، كيخرج هذاك هذيك النبته ديالو كيخرج، ملي كيخرج النبته ديالو كيولي جنين الحمص، كيولي المضاعفات ديالو. هذا من جهه، اخرى انه الا تغسل مزيان بالماء سخون، كيتغسل مرتين بالماء سخون ثم يترطب في الماء لمدة 24 ساعة ويشرب هذاك الماء ديالو، هذاك الماء كيولي يستخرج جميع المواد الدائبة من الأملاح المعدنية والفيتامينات، كيستخرجها من الحمص والأنزيمات كذلك كيتستخرج. ملي كنشربوه علاش الناس كيقولوا بوصفير؟ هي ماشي بوصفير، هو غير ديتوكس كيدخل في غسل الكبد، لأنه كيحيد تراكم الكينولات وكيهبط لهذوك الترانزامينات، يعني كيرجعوا التركيز ديالهم العادي. فهو يقوم بماشي غسل الكبد، يعني غسل جميع الأعضاء، هذا الماء ديال بما هو جيد حتى للرئة، حتى الناس اللي عندهم أمراض صدرية جيد لها هذا ماء الحمص، وماش ماء الحمص فقط، ماء جميع الحبوب، يعني باش الناس ما يبقاوش هذا. ومش كما اشار الاخ طريقه علاجيه، ليست طريقه علاجيه، هي طريقه غذائيه فقط. غذائية. كل جميع الناس ممكن يرطبوا الحمص ويشربوه، ماشي مشكل. ولكن ما عايش حنا بعد غسله طبعا. نعم، غادي تغسل مرتين باش ما يكونوش فيه مبيدات ولا حاجه، يعني تغسل مرتين بالماء سخون ثم يتنقع في الماء، يترطب في الماء لمده 24 حتى 48 ساعه، ماشي مشكل. وفي الصباح يشربوا وهذاك الماء ديالو يتشرب. يشرب ماء الحلبه، يشرب ماء الحمص، يشرب ماء الشعير كذلك، ماء الشعير، يشرب ماء القمح، جميع الحبوب تنقع وتشرب، ولكن يشرب ماءها طازج. ما مغليش غير يكون الماء اللي رطبوا فيه هذا يكون مغلي، يكون نقي.